تغيرات جيوسياسية تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية تزداد وتيرتها يوماً بعد الآخر، وبعد الموافقة على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو لتصبح الدولة 31 في حلف شمال الأطلسي، تتوجه الأنظار حول رد الفعل الروسي، لا سيما بعد تحذيرات موسكو في مايو الماضي من إقبال فنلندا على مثل هذه الخطوة، متوعدة بإجراءات تصعيدية وخطوات انتقامية لما لهذه الخطوة من أضرار على أمن واستقرار أوروبا الشرقية. تغير راديكالي في سياسة الدولة الخارجية، هكذا ترى روسيا خطوة فنلندا بالانضمام إلى حلف الناتو، في الوقت الذي يرى الجميع أن انعكاسات مثل هذا القرار ستزيد الأمور اشتعالاً وتصعد من المواجهة المباشرة مع روسيا، خصوصاً وأن هذه الخطوة تعد تجديداً للحصار حول روسيا، لأن فنلندا تقع على الحدود الشمالية الغربية لحدود روسيا. فنلندا لن تكون الدولة الأخيرة التي تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، فالسويد هي الأخرى تنتظر هذه الخطوة التي تراها حفاظاً على أمنها كدولة على غرار مثيلاتها، إذ ترى روسيا أن الناتو يحاول ضم مزيد من الدول إلى حلف شمال الأطلسي في ظل استمرار الحرب الأوكرانية. مراقبون يرون أن خطوة انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ستكون مثل سكب الزيت على النار، فروسيا لن تصمت إزاء هذه الخطوة لأنها ترى ذلك تهديداً لأمنها وعدواناً عليها، وهو ما لا تقبله، لا سيما وأن فنلندا تقع على حدودها وتعتبر روسيا هذا الأمر حصاراً من الغرب لها. وبهذه الخطوة تنضم دول كانت بعيدة عن الصراع الروسي الغربي إلى العراك الدائر، فهل تنخرط فنلندا في مواجهة روسية مباشرة؟